نعم والله احنا شوف احنا بنعاني من مشاكل كثيره كمنتخب اردني بصراحه. احنا نفتقد بهذا الموسم للتخطيط بصراحه. يمكن اتخذوا الاتحاد الاردني خطوه ما بعرف صحيحه خاطئه، لكن الامور اللي بتظهر انها سلبيه. الان الاتحاد الاردني قرر اقامه الدوري بدايته بشهر فبراير بشهر 2. طبعا عندهم على اسس انهم بنوهن، بدهم منهم بطوله الاتحاد الاسيوي وكاس الاتحاد الاسيوي او دوري الابطال الاسيا، انه الفريق يكون نهايه الدوري بشهر ديسمبر بشهر 12. فهاي خلقت فجوه انه من شهر 5 المنتخب الاردني والانديه الاردني من شهر 5 انهت الموسم، راح تلعب بشهر 2، فهي 7 اشهر. صح. 7 اشهر ايقاف فني، يعني اتوقعي صعبه، لانه اللاعبين، يعني انا شفت المنتخب الاردني تابعته بالمباراتين، بيعاني كثير بالامور حتى الفنيه وايضا بالامور عدم التركيز ايضا تحس لانه ما في لياقه بدنيه بصراحه. يعني لانه اللاعب لما بتفقد انت، احنا بشهر 8 واللاعب خلص بنهايه 4، يعني باول الخامس، يعني الخامس والسادس والسابع وبدايه الثامن، 3 اشهر ونص اللاعبين بعدين عن اجواء المباريات، بعدين عن المنافسه بشكل جيد. توقع انها خطوه كانت غير مدروسه، وخير دليل عليها اللي هي بطولة غرب آسيا. الآن شفت الفريق الأردني فاقد بدنيا جزء كبير، وأيضا في لاعبين محترفين طبعا بالخارج ما بننكر. وهذا السؤال، هذا المنتخب الذي سيشارك في تصفيات كأس العالم أم هناك إضافة؟ لا طبعا هو هذا منتخب الأردني الآن. في 4-5 عناصر موجودة بالدوري الإماراتي بالدوري الكويتي فقط. لكن المشكلة يا أستاذ، أنت عارف وين المشكلة اللي راح يعانوا منها الأردن الآن؟ أي لاعب يصاب الآن من داخل ال 23 أو ال 24 لاعب اللي مجمعينهم، من وين راح تجيب؟ انت بتجيب لاعب من دوري طبعا، بس الان الاندي متوقفه، مش بس الدوري، حتى الاندي اعطت استراحه للاعبينها لشهر العاشر. خيارات المدرب ستكون صعبه، راح تكون صعبه، لانه هو سبب رئيسي باقناع الاتحاد الاردني انه جمع المنتخب الوطني على حدى، انه ياخذ فتره طويله من خلال 5 اشهر او 6 اشهر اعداد بصراحه. بالمقابل المنتخب الاردني بمجموعته الحاليه قادر؟ لا طبعا لا. انا قلت لك الان التنظيم استاذي اصبح عنصر اساس للنجاح. الانسان اللي ما بيخطط وما بينظم الامور على شكل سويه صحيحه صعب. انا بقول لك صعب. الان اليابان بيش سبقونا، كوريا بيش سبقونا بالتنظيم، سبقونا بالتخطيط والتنفيذ. احنا ممكن بنخطط بس التنفيذ. شو منتخب قطر الان منتخب بطل اسيا، بس ما اجى من فراغ، عمل حوالي 10 سنوات. بس ممكن استقرار. يكون تصريحك صدمه للشارع الاردني باعتبار انه لا، انا صرحت حتى انا كنت بعمان قبل 10 ايام قبل البطوله، ما راح قبل البطوله، لا انا تكلمت بصراحه، قلت لهم يعني انا بتمنى من اصحاب القرار انهم يسمعوا. المشكله بالعناصر المتواجده بالمنتخب، لو بتنظيم اتحاد لدوري الكره وكيفيه استقطاب اللاعبين للمنتخب الاردني. لا هي الصعوبه، كانت الصعوبه انه ما في دوري، الصعوبة انه توقف مشاركات الاندية 4 اشهر. الان لاعب بده يجيك بعد 4 اشهر، كيف باي حالة راح يجيك؟ طيب على اي اساس الاتحاد الاردني يغرد خارج صرب المنظومة القارية ويفكر بتعطيل الدوري لهذه الاشهر؟ انا هذا اللي تكلمت، يعني حتى في التلفزيون الاردني تكلمت، قلت احنا جزء من غرب اسيا، واحنا اللي نظمنا غرب اسيا، يعني هو الاردن سمو الامير علي هو رئيس الاتحاد غرب اسيا، احنا اللي نظمنا البطوله وفكره البطوله على مدار التاريخ. الان انت من تروح مع كوريا واليابان، كوريا واليابان نفسهم قاعدين بيقترحوا انهم يرجعوا مثل غرب اسيا، مثلنا، يبلش الدوري بشهر السادس وينتهي بالشهر الخامس او الشهر الرابع. ليش؟ بس انا مستغرب، يعني الفكره، يعني شو مردها؟ او ما بعرف يعني، حتى طروحات الفكره، احنا كان عندنا مخطط ومبرمج يعني للاتحاد الاردني، هو اللي اقترح الفكره بالاضافه لفيتال اللي هو المدرب البلجيكي للمنتخب الاردني. بصراحه يمكن هو كان حاب يكسب انه 3 اشهر 4 اشهر تجمع كامل للاعبين معاه. انا هاي التصور، لكن خسر هواي اسباب، كسب نقطه وخسر 10. انا من تكلمت استاذي حتى قبل البطوله وانا قلت لهم يعني على الشارع الاردني، انا صريح بطبيعتي، يعني بطبيعتي كانسان بحاول انصح بالمكان اللي انا، وجهه نظري صحيحه خاطئه، بس بالنهايه شوف الان البطوله الانديه العربيه اللي حصلت قرعتها قبل 10 ايام الانديه الاردنيه انسحبت منها، فيصلي ووحدات. فيصلي اللي هو وصيف النسخه قبل الماضيه وعنده 4 مرات وصيف للنسخه، انسحب ليش؟ يقول لك انا ما عندي دوري، كيف راح اشارك؟ ما مستعد. الوحدات طلع من بطوله، خرج من بطوله كاس الاتحاد الاسيوي امام العهد اللبناني شهرين بدون تجمع.